لا يوجد تعارض بين الهوية الحزبية والهوية العشائرية. أتمنى أنه يعني أن نرتقي نحن كأحزاب. ننظر إلى ما جرى في اللجنة الملكية أنها كانت فرصة حقيقية للشعب الأردني أن ينتقل انتقالا سياسيا طبيعيا سلسا. أن نصل إلى برلمان سياسي برامجي قائم على كتل فاعلة. بدناش سيدات بس لهم سيدات. إحنا بدنا قيادات نسوية فاعلة داخل البرلمان تقوم بعمل رقابي وتشريعي. أي مواطن أردني هو يمثل الأردنيين، والأردنيين بصوتوا على أساس البرنامج وعلى أساس خلفية الفكرية أو السياسية، مش على أي أساس خلفية ثانية. إذن سارت عجلة الديمقراطية بمسارها وفق الأطر الدستورية والقانونية، فما كان ينادى عليه بمشروع القانون أصبح قانونا حين نشر بالجريدة الرسمية وبعد صدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليه. قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 هو الركن الأساس في منظومة التحديث السياسي، وهو الذي يتسيد واجهة البحث والطرح إلى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما. فعلى الرغم من إقرار تلك القوانين، يزداد الحديث عن قدرة ومقدرة الأحزاب في خوض الانتخابات المقبلة وفق المسارات المتفق عليها. القوانين المنظمة للحياة السياسية أصبحت واقعا حاضرا، وبذلك يتحول السؤال الموجه للأحزاب من ماذا ستعمل إلى كيف ستعمل. كيف ستعمل الأحزاب على الارتقاء ببرامجها؟ كيف ستعمل على استقطاب الشباب؟ وكيف ستتأثر بشكل وآلية الاقتراع بقانون الانتخاب؟ وما هي نوعية البرامج الحزبية التي أصبحت مطلبا وفقا لمتغيرات السياسة والقوانين؟ وسؤالنا، كيف تتوقع شكل مجلس النواب المقبل وفق قانون الانتخاب الجديد؟ أهلا بكم في الوسط. أهلا بكم، أرحب بضيفي الأول في هذه الحلقة وفي جزئها الأول بعضو مجلس الأعيان سيد خالد البكار، وهو أيضا عضو لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خالد، مع حفظ الألقاب. وسأبدأ معك مباشرة بعد هذا الإقرار وبعد ما شهدته الساحة السياسية الأردنية سواء في كل الغرف التشريعية. الآن هل يمكننا الحديث عن شكل وآلية الاقتراع في قانون الانتخاب الجديد؟ هل أصبحت واضحة الآن؟ سيدي شكرا، ويسعد مساك، وكل عام وأنت بخير، أنت وزملائك، ومن خلالك أيضا نرفع تهنئة للراعي والضامن للمسيرة الإصلاحية جلالة الملك حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين. الحقيقة نعم سيدي، كما تعلم أن قانون الانتخاب وكما وصفت في مقدمتك فهو الركن الأساس في عملية الإصلاح السياسي، وهذا القانون الذي تم الحقيقة يعني بعد جلسات طوال تقديمه من اللجنة الملكية لجلالة الملك الذي أحاله إلى الحكومة، والتي بدورها أيضا أحالته إلى مجلس النواب، والذي أجرى عليه بعض التعديلات ومن ثم إرساله إلى مجلس الأعيان لرفعه لجلالة الملك للمصادقة عليه حتى يكون قانونا نافذا دستوريا بعد نشره بالجريدة الرسمية. نعم، قانون الانتخاب بالتأكيد اليوم حدد مسار الإصلاح. وليش هو الركن الرئيسي في عملية الإصلاح السياسي؟ لأنه قانون الانتخاب يعتبر هو الرافعة الرئيسية، لأنه إعادة توزيع النفوذ السياسي يتم من خلال قانون الانتخاب. ولذلك الحقيقة اليوم هذا القانون نقل العمل البرلماني الفردي إلى العمل البرلماني الجماعي.
الأساس والفرضية التي بني عليها هذا القانون هو الانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي امتثالاً وتنفيذاً للرسالة الملكية التي وجهت لدولة رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي قالت نريد خارطة طريق متدرجة توصلنا إلى برلمان قائم على التيارات والكتل البرامجية. ولذلك نعم اليوم أصبحت آلية الاقتراع واضحة، آلية التشكيل واضحة، مصلحة المواطن أصبحت اليوم تنمو وتكبر مع الأحزاب وتتقلص مع العمل الفردي. ولذلك مثل ما بتعرف أنه القانون أتاح المجال إلى الأحزاب اليوم أنهم يحصلوا على 41 مقعد، هذه مقاعد مخصصة فقط للقوائم الحزبية العامة، وهي قوائم مغلقة ومخصصة فقط للأحزاب. أيضا القانون سمح للأحزاب أن تنافس بذات الوقت على الدوائر المحلية، وهذا يعني أنه اليوم إذا بنقول 41 مقعد من 138 مقعد، إضافة إلى لو حصل من 97 مقعد المخصصات إلى الدوائر المحلية، لو حصلت الأحزاب على 25% من هذه المقاعد، هذا يعني أن حصة الأحزاب ستكون في البرلمان المقبل أكثر من 50%. إضافة إلى التدرج، أي أن الأحزاب ستحصل اليوم على 30% في البرلمان القادم، البرلمان اللي بعده 21 ستحصل على نسبة 50%، البرلمان اللي بعده وهو الثالث 22 رقمه ستحصل الأحزاب على حصة بحد أدنى 65%. هذا يعني أنه في نهاية خارطة الطريق عندما تنظر إلى شكل البرلمان الذي تريد، ستجد أن أغلبية أعضاء البرلمان سيكونوا من الشخصيات المؤطرة سياسياً وحزبياً، والذين وصلوا إلى البرلمان ضمن برنامج عمل قابل للتطبيق وقابل للحساب أيضاً، لأنه بالنهاية بهمنا أنه الناخب عندما يمنح صوته للبرنامج أن يتمكن في نهاية عمر البرلمان من محاسبة هذا الحزب إذا ما التزم في برنامجه أم حاد عنه خلال أدائه في العمل البرلماني هنا خلال سنوات العمل. هنا تتداخل يعني الأمور وتتداخل لربما طبيعة العمل إن صح التعبير، أو كيف ستعمل هذه الأحزاب للوصول إلى هذا الشكل الذي تتحدث عنه. نقطة أخرى سيتم نقاشها، ولكن الآن شكل البرلمان بناء على تعديلات القانون الحالي، قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، إضافة إلى ما ترافق من تعديلات دستورية، كيف سيكون؟ هل يمكن التصور، لو تعطينا تصور كيف سيكون شكل البرلمان، كيف سيؤثر لربما بشكل مختصر كيف سيؤثر على عمل البرلمان في المرحلة القادمة؟ سيدي اليوم لا تستطيع يعني أنك تحاكم المرحلة الحالية بإطلاقها، لأنه يعني إحنا كلنا بنعرف أنه البرلمانات في هذه الأيام وحسب القوانين السابقة، وأنا عشت تجارب برلمانية يعني متكررة، الحقيقة العمل الفردي لا يجدي نفعا. ولذلك شكل البرلمان اللي بدنا إياه أنه بدنا اليوم نشهد على الأقل 3-4 برامج 5 برامج بحد أقصى كبار، هذه البرامج تستطيع أن تؤثر في سياسة الدولة وأداء الحكومات. لكن لا يعقل اليوم عندي 130 نائب ب 130 برنامج، وفي السابق كان 150 نائب في 150 برنامج. جرب الحقيقة يعني عدد البرلمان بأكثر مرة 110 ومرة 130 ومرة 150، ولكن بقينا نعاني من نفس المعضلة، أن هناك عدد النواب اللي موجودين تحت قبة البرلمان كل نائب فيهم يشكل برنامج مختلف عن الآخر، ولذلك التعامل مع هذا الأمر الحقيقة كان غاية في الصعوبة. اليوم نتوقع أنه البرلمان القادم سيشهد على الأقل أكثر من نصفه ستكون مجموعات حزبية مؤطرة ضمن برامج، ولذلك قد تشهد في خطابات الموازنة قد تشهد 4-5 خطابات فقط لهذه الأحزاب، في مناقشة القوانين قد تجد 3-4 مداخلات فقط، مش مثل اللي بيصير اليوم انه القانون يمكث في اللجنة المختصة شهر وشهرين، وعند تحويله او عند احالته الى القبة الحقيقة تأتي مداخلات بالعشرات، وهذا يمكن من اهم الاسباب التي ادت الى تراجع اداء البرلمان وتراجع الثقة في البرلمان، إضافة الى انه يعني مثل ما بنشهد اليوم صار في صعوبة عند البرلمان ان يحصل حتى على النصاب. البرلمانات اللي سبقتنا، احنا لن نخترع العجلة، الحقيقة في كثير دول استفدنا من تجاربها. البرلمانات المؤطرة حزبيا الجلسات عادة تأتي لمناقشة فقط من مع ومن ضد
في مثل هذه القوانين ويتم الحديث بوجهات نظر جماعية وليست وجهات نظر فردية. يعني اليوم أنت مش بحاجة أنك تسمع 130 وجهة نظر مشان تناقش قانون، أنت بحاجة اليوم تسمع 4-5 وجهات نظر وازنة مبنية على دراسات وأسس علمية حتى تقدر تقيم أنه هذه التشريعات تناسب الأردنيين أو لا تناسبهم، وبناء عليه الأردني يستطيع أن يحكم على الحزب اللي صوت على هذا القانون هل خدم فعلا هذه الشريحة أم لا، هل التزم هذا الحزب ببرنامجه أم لا. لذلك ببساطة شكل البرلمان سيكون شكل كتلوي مؤطر، ستكون هناك مجموعات حزبية مؤطرة، المداخلات تحت قبة البرلمان ومناقشة القوانين والتصويت على الموازنة وكل القضايا ذات العلاقة من مناقشات عامة وغيرها من الجلسات الرقابية سيكون الحديث باسم أحزاب، وعندما يكون الاسم بأحزاب الحديث باسم الأحزاب الحقيقة هذا أيضا سيعطي المجلس مساحة واسعة يعني التركيز على ما هي الجوانب التوصيات وما هو التوافق الذي يجب أن يتم مع الحكومة حتى يعود بالمنفعة على المواطنين الأردنيين. هذا ربما الجلسات 130 متحدث وفي النهاية بدون نتائج، أعتقد أن هذا أمر يعني غاية في الصعوبة. لربما ما ذكرته سيد خالد يؤدي إلى تسريع وتجويد أداء عمل البرلمان إذا أردنا الحديث عن برلمان كأداء للعمل، ولكن المطلوب هو أن تنعكس ما يتم طرحه من مشاريع وقوانين على الساحة الأردنية وعلى المواطن الأردني تحديدا. دعني نستمع وإياك والمشاهدين أيضا إلى عدد من آراء للأمناء العامين للأحزاب وأراهم حول تعديلات هذا القانون، نستمع إليها ومن ثم نعود إلى الحوار. بقانون الانتخاب قد تكون يعني هناك ثلمتين بالنسبة للأحزاب، ولا يوجد في الحقيقة إجماع من قبل الأحزاب على هذول النقطتين. النقطة الأولى هي القائمة المغلقة والمفتوحة. القائمة العامة مغلقة والقائمة المحلية مفتوحة. طبيعي القائمة المغلقة هي فعلا قد تكون هي القائمة الأنسب للأحزاب المتجذرة في العمل السياسي والتي تمارس الديمقراطية وتمارس في الحقيقة تداول السلطة لفترة طويلة، لأنه يتم الاختيار ابتداء داخل الحزب، والنسبة الحسم اللي هي وضعت اللي هي 2.5% اللي هي النقطة الثانية لا تستطيع أن تحققها الكثير من الأحزاب القائمة، وبالعكس يعني هناك يقال بأن هناك حزب واحد أو الأحزاب التي يتم هندستها الآن. حقيقة قانون الانتخاب يعني حتى لا نكون عدميين أعطى أمور جيدة، لكن في بعض النقاط حقيقة كانت مجال للجدل والنقاش حولها. على سبيل المثال في قانون الانتخاب ممكن أن نتحدث حول موضوع العتبة على سبيل المثال. يعني طالما نحن طرحنا التدرج خلال ثلاث مراحل يعني للوصول إلى المقاعد البرلمانية ضمن قوائم انتخابية حزبية، لماذا تكون العتبة أيضا على ثلاث مراحل؟ إذن كانت هذه عدد من الآراء للأمناء العامين للأحزاب استمعت إليها سيد خالد. الآن لربما كما تحدثنا لا يمكن الحديث بشكل منفصل عن قانون الانتخاب دون الحديث عن قانون الأحزاب، وبما أننا نتحدث عن أحزاب ستصل إلى البرلمان لابد من أخذ وجهة نظر هذه الأحزاب في مسألة قانون الانتخاب والنقاط والمواد التي جاءت جدلية وشهدت أيضا جدلا داخل قبة البرلمان. بالتالي هل الأحزاب قادرة الآن على خوض الانتخابات بمسارين القائمة العامة والقائمة المحلية مع وجود هذه الاختلافات أو ربما وجهات النظر للأحزاب على مسألة العتبة تحديدا؟ سيدي بدون شك، أولا خليني أتفق أنا وياك على ثابت الرئيسي، لا يوجد قانون انتخاب برضي كل الناس وكل الأحزاب وكل شرائح المجتمع، لكن يوجد قانون انتخاب يحظى بإجماع الأغلبية على الأقل من المواطنين والأحزاب. والحقيقة القانون إحنا لما أقرنا أو لما كتبنا، مين اللي كتب القانون؟ سيدنا الله يطول عمره الحقيقة في تشكيله للجنة كانت الأحزاب ممثلة والنقابات ممثلة وكل الشخصيات السياسية ممثلة وجالسة على الطاولة، ولذلك وتم أيضا إضافة إلى ذلك تم الالتقاء، أنا شخصيا التقيت مع أمناء عامين الأحزاب. لكن ما يطرح الإخوان فيما يتعلق بالعتبة، نعم صحيح أنه العتبة مش كل الأحزاب رح تقدر توصلها، وهذا صحيح وهذا هو الطبيعي وهذا هو الهدف أصلا من القانون، أنه مش ما بدنا إحنا كل الأحزاب اللي تتجاوز، وإلا إحنا بنرجع على تجربة 2013 بصير في عندي أنا 27 مقعد خصص إلى القوائم العامة الوطنية للأسف الشديد اللي فاز فيها 21 قائمة،
ولذلك كل قائمة أخذت مقعد أو مقعد ونص. هل هذا إحنا اللي بدنا إياه؟ الهدف من العتبة والهدف من قانون الانتخاب أنه على الأقل يحصر لي أن الأحزاب الأقوى هي الأحزاب التي يجب أن تصل إلى البرلمان وهي التي يجب أن تفرض حضورها. الأقوى بإيش؟ الأقوى بالشعبية بأصواتها. ما دام يحقق هذول أغلبية المواطنين هذا يعني أنه هذا الحزب من حقه أن يصل إلى البرلمان وأن يكون موجودا في طاولة على طاولة التشريعات. طيب مسألة أنه الحزب الواحد تم تجاوزها في القانون، والحقيقة هذه إضافة محمودة جاءت مع أنه إحنا كنا واضعين في أساس القانون أنه إذا الأحزاب ما تجاوزت العتبة للهيئة المستقلة أن تتدرج في تخفيض هذه العتبة، يعني بتنزل من 2.5% إلى 2%، إذا ما كملت ترد تنزل إلى 1.5%. طيب هذه نقطة خلافية، ربما اسمح لي بالتدخل هنا سيد خالد. لا هذا بالقانون سيدي. نعم بالقانون نعم. أنا ليست نقطة خلافية، أعلم أنها بالقانون، ولكن البعض نظر إليها بأنها وضعت الأمور في نصاب وفي يد الهيئة بأنها ستتدرج في النزول في العتبة إلى أن تصل إلى رفع الأحزاب. خليني أكمل لك مشان أريحك. الهيئة ليست لها صلاحيات مطلقة في ذلك، الهيئة مقيدة بموجب القانون. القانون شو بقول؟ إذا لم تحقق 3 أحزاب بحد أدنى، يعني بدنا 3 أحزاب اللي لازم يتجاوزوا العتبة، إذا ما في 3 أحزاب حققوا العتبة 2.5%، للهيئة إنها تخفض 0.5%، مش تخفض على راحتها، خفضت 0.5%، وصل 3 أحزاب 4 أحزاب 5 أحزاب خير وبركة، تتوقف الهيئة عن ذلك وتقسم المقاعد حسب الأحزاب التي تجاوزت العتبة. أما إذا ما وصل 3 أحزاب فالهيئة ملزمة أن تتدرج في التخفيض حتى تصل إلى الحد الأدنى 3 أحزاب. وإحنا الهدف الرئيسي وليه 3 أحزاب؟ لأنه الإطار السياسي بشكل عام والتوجهات السياسية بشكل عام والمظلات السياسية بشكل عام التي تحكم توجهات المواطنين عادة مقسومة إلى 3 اتجاهات، اتجاه اليمين واتجاه اليسار واتجاه الوسط. ولذلك قلنا على الأقل بدنا نحاول نحصر أنه يكون في حد أدنى 3 أحزاب، لكن الهيئة صلاحيتها ليست مطلقة، يعني مش والله أنه هي بدها تنزل 0.5% على خاطرها أبدا. إذا من المرة الأولى تجاوز العتبة 2.5 3 أحزاب الهيئة يديها مكبلة ولا تستطيع تخفيض العتبة قطعا. طيب الآن الاعتراضات كيف تم النظر إليها سيد خالد على نظام القوائم الحزبية والمحلية والوطنية؟ كانت هناك اعتراضات واضحة، كيف يمكن النظر إليها؟ وهل ستؤثر على عمل الأحزاب التي ستقوم بالعمل الآن للوصول إلى البرلمان القادم بناء على تعديلات قانون الانتخاب؟ سيدي القائمة العامة قائمة حزبية مغلقة، أي ترك الأمر للحزب أن يشكل قائمته كما يشاء، هو بيعمل انتخابات داخلية بتوافق مع مكتبه الدائم مع قواعده مع مؤتمره العام، له الحرية المطلقة أن يشكل قائمته ويبعثها إلى يسلمها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب والتي بدورها ستعتمدها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إحنا ليش كانت مغلقة أصلا؟ لأنه بدنا نقوي الحزب، ومشان يعني أيضا نزيد من إصرارنا على تقوية الحزب قلنا أن المقعد الذي يفوز به النائب عبر الحزب هو ملك للحزب، ولذلك إذا مثلا النائب اللي فاز عن طريق الحزب اختلف مع الحزب أو مع توجهات الحزب أو صوت ضد برنامج الحزب تحت قبة البرلمان للحزب أن يحاكمه ويقاضيه ويفصله، وإذا فصلوا المقعد يؤول للحزب. لذلك اليوم أنا بعتقد الأحزاب أمامها فرصة تاريخية، يعني خلينا يعني نعترف أولاً الأحزاب الحالية القائمة مشكورة أنها أوصلتنا إلى هذه الحالة وحافظت على الأقل على وجود للعمل الحزبي والحراك الحزبي الدائم، لكن أيضاً هذه الأحزاب مطالبة اليوم في الفترة القادمة أنها تركز على قواعدها الشعبية وتنتشر بشكل أكبر، أن تقدم برامج جاذبة للمواطنين، أن تذهب إلى الشباب والمرأة وتشركهم، هذه الفئات اللي تعتبر لليوم ما أخذت فرصتها بالعملية السياسية بالشكل الكامل، ولذلك اليوم الأحزاب مطلوب إنها تغير أدواتها فقط حتى تقدر تصل إلى مرحلة إنها تتجاوز العتبة مشان تدخل على المحاصصة في المقاعد. لذلك أقول أن هذا القانون أتاح فرصة تاريخية، وبالرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها كرئيس للجنة الانتخاب بأنني أعطي حصة كبيرة لأحزاب ليس لها وزن على الأرض، ولكن هذا كلام الناس مش كلامي أنا لا. أعترف أن هذه الأحزاب لها وجود ويجب أن تتاح لها الفرصة ويجب أن نعطيها
قدر من المقاعد التي تحول الناخب أيضا. ما هو اليوم أنت الناخب حتى يقدر يشارك والحزب حتى يقدر يتفعل أكثر بدك تحوله إلى صاحب مصلحة، ولذلك تجد أنه في كثير من نسب الاقتراع تراجعت في أغلب المؤسسات، لكنها لا زالت اليوم في غرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرها لا زالت نسب مرتفعة. ليش؟ لأنه المواطنين يشعروا بأنهم أصحاب مصلحة في ذلك. اليوم بدنا نحول المواطنين أنهم أصحاب مصلحة في اختيار الحزب الأقوى، الحزب اللي يشعر مع الناس، الحزب اللي بيقدم برنامج بيساعد الناس، الحزب اللي يضع حلول عملية واقعية لتحدياتنا الاقتصادية، لتحدياتنا السياسية، لتحدياتنا الاجتماعية، لأنظمتنا التعليمية وغيرها. اليوم الأحزاب مطلوب منها أنه تقدم برامج جاذبة لها المواطنين حتى يقدروا المواطنين يثقوا فيها ويشاركوا في الانتخابات القادمة ويصوتوا لهذه الأحزاب اللي من حقها أن تقود البرلمان في المرحلة القادمة. ابقى معي سيد خالد، سنستمع إلى آراء لبعض من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الشباب حول سؤال هذه الحلقة وكيف تتوقعون شكل البرلمان المقبل. بعد تحديث قانون الانتخاب لعام 2021 عام 2022، إحنا الشباب متأملين ومتوقعين وجود أكثر للأحزاب بشكل أوسع، أيضاً مهتمين لوجود حزب شبابي خاص مهتم لمصلحة الوطن، وكلنا أمل في مستقبل واعد وناجح. أنا بتوقع أنه مجلس النواب القادم يكون مختلف عن المجالس السابقة، وهالإشي ممكن نلاحظه من خلال تعديلات قانون الانتخاب الجديد اللي شفنا فيها تعديل مهم جدا من خلال القوائم الحزبية اللي على مستوى المملكة. هاي القوائم لما يتخصص لها 41 مقعد من أصل مجموع مقاعد مجلس النواب بما نسبته أتوقع 35%، هاي النسبة لما تكون داخل تحت القبة داخل مجلس النواب هذا بيعني أنه إحنا عندنا الآن قوائم أو تكتلات تعمل وفق برنامج معين. يتوقع الشباب اليوم شكل مجلس البرلمان القادم كخطوة إيجابية في عملية الإصلاح السياسي بعد تشريح قانون الانتخاب الجديد، خصوصاً بعد تحقيق مطالبات الحركات السياسية لخفض سن ترشح الشباب ووجود القائمة الحزبية، أيضاً بعد تحقيق مطالبات الحركات النسائية لزيادة عدد مقاعد الكوتا ووجود أحقية لتمثيل المرأة ضمن أول 3 مترشحين على القوائم. لكن السؤال المشروع هنا، هل هو تمثيل نسبي أو صوري أم تمكين حقيقي، خصوصا مع وجود القوائم المفتوحة؟ هذا ما قد يجيب عليه التجربة الانتخابية القادمة. إذن استمعنا أستاذ خالد إلى هذه الآراء لبعض من الشباب حول مواقع التواصل الاجتماعي حول شكل البرلمان، وأريد منك إجابة على السؤال الأخير إذا كنت قد استمعت إليه، هل هو تمثيل نسبي صوري سيكون أم سيكون تمكين حقيقي بناء على وضع الأحزاب في السنوات السابقة؟ ولربما كانت هناك اتهامات كما ذكرت للجنة الملكية أو بعض الأعضاء بأن نسبة العتبة تحديدا ذهبت لتقصي الأحزاب الصغيرة أو الأحزاب غير القادرة على ممارسة العمل السياسي. يعني خليني أركز على الحقيقة، مهم سؤال الصبية الأخير حول مسألة أنه كونها القائمة مفتوحة هذا يعني قد يشكل عائقا أمام المرأة، ولذلك الحقيقة نعم اللجنة تنبهت لهذا الأمر، ومن خلال ممارساتنا العملية في الدورات السابقة وجدنا أنه في ظل القائمة المفتوحة وأنه السيدة تترشح وتنافس على بموجب فرصتين، إما فرصة التنافس أو فرصة الكوتا، كان كثير من أعضاء القائمة الحزبية القائمة المحلية يحاربوا السيدة في الوصول إلى البرلمان، ولذلك الحقيقة يمكن هذا أثر بطريقة أو بأخرى على مجموعة من يعني السيدات اللواتي الحقيقة يعني يشكلن إضافات نوعية للعمل السياسي. لذلك اللجنة شو وضعت بالقانون اليوم؟ قالت إنه السيدة تترشح ضمن مسارين، وهي تحدد مسارها بالترشيح، يا بتقول أنا رايحة على مسار الكوتا يا بتقول أنا رايحة على مسار التنافس. ليش بتحدد مسبقا؟ لأنه ما بدنا زملائها في القائمة المحلية يحجبوا عنها، يمنعوا عنها الأصوات حتى يمنعوها للوصول إلى البرلمان. وإذا شعرت السيدة أن لديها القدرة على تشكيل قائمة وتستطيع أن تنافس فيها بتروح على مسار التنافس، وهناك حق هذا الحق. ولذلك اليوم القانون ضمن أن الحد الأدنى 18 سيدة حسب الدوائر المحددة أو حسب الدوائر اللي هي 18، وأيضا سمح للمرأة وللمسيحي والشيشاني والشركسي أن يترشح ضمن مسارين، الحقيقة إما أن يذهب إلى مسار الكوتا
وهذا سيمنع محاربته من أعضاء الكتلة اللي بدها تتشكل، أو يروح على مسار التنافس إذا شعر أن لديه فرصة على التنافس. وهذا الحكي في علاج أيضا الحقيقة للسقوف التي كانت موضوعة. وهي بدي أذكرك أخي الكريم أنه إحنا القانون السابق كان يضع سقوف للمسيحيين والشيشان والشركس والبدو. هل تعلم أنه ممنوع يكون حسب القانون السابق 10 مسيحيين أو 9 مسيحيين فأكثر؟ يعني 9 هو السقف الحد الأعلى للمسيحيين، و3 هو الحد الأعلى للشيشان والشركس، و9 هو الحد الأعلى للبدو مضافا إليه السيدات. هل يعقل اليوم في مئويتنا الثانية ولا زلنا نضع قيود أمام وصول بعض شرائح أو مكونات مجتمعنا الأردني إلى البرلمان؟ ولذلك القانون نزع الحقيقة هذه القيود وأتاح للمرأة ولكل هذه الفئات أن تتنافس وتحدد مسارها، إما أن تذهب للكوتا أو أن تذهب للتنافس. نعم. القضية الثانية أنه إذا التمثيل صوري أو مش صوري، إطلاقاً ليس تمثيلاً صورياً، لسبب نحن نؤمن اليوم أنه القوائم الحزبية لما بدها تتشكل فرض بالقائمة الحزبية أيضاً أن يكون رقم 3 ورقم 6 سيدة، يعني سيدة رقم 3 وسيدة رقم 6، وفرض أيضا بالقانون أن يكون رقم 5 شاب أو شابة. إيش الهدف منه؟ هلا بنعرف أنه فيها شوية قيود وشوية صعوبة على الأحزاب، لكن أيضا إحنا هدفنا أنه بدنا ندفع كما أقول دائما أن التشريع يقود السلوك، ولذلك إحنا بدنا نقود سلوك الأحزاب بموجب القانون أن تذهب إلى فئات المرأة والشباب وأن تستهدفهم بالتأطير في العمل الحزبي. نعم. حتى نقدر نحسن من مخرجات هذه الفئات، لأنه شو هدفنا من الكوتا أصلاً؟ أنه إحنا بدنا نمكن هذه الفئات لمرحلة مؤقتة ومن ثم نترك الأمر على إطلاقه للأحزاب، هي التي تشكل قوائمها وتقدم الأشخاص اللي يشكلوا جاذبية للناخبين حتى يشاركوا في العملية الانتخابية. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، عضو مجلس الأعيان سعادة العين خالد البكار، وأيضاً عضو اللجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. شكرا لك على كل هذه التفصيلات وعلى هذه المشاركة. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الجزء الآخر من الوسط. أهلا بكم من جديد. نشرت الجريدة الرسمية في عددها صادر الخميس قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 الركن الأساس في منظومة التحديث السياسي، إلى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما. ويهدف قانون الانتخاب إلى تطوير السلوك الانتخابي ليكون الاختيار على أساس البرامج للأفراد ضمن 3 مراحل، تبدأ بنسبة 30% من مقاعد البرلمان للأحزاب والتحالفات الحزبية وصولا إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وينشئ القانون دائرة عامة للأحزاب ب 41 مقعدا، ويحافظ في الوقت نفسه على المكتسبات على مستوى الدوائر المحلية ب 97 مقعدا، كما يمنح صوتين للناخب مع النص على نسبة حسم أو العتبة وتخفيض سن الترشح إلى 25 سنة، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على الجرائم الانتخابية. أهلا بكم من جديد، ورحب بضيفي في هذا الجزء، حسين الصريرة الباحث في معهد السياسة والمجتمع، وأرحب أيضا بالناشط السياسي محمد الزواهرة. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. وأبدأ معك حسين، عندما نتحدث عن هذا القانون وما نتج من سجال وجدال ونقاش داخل قبة البرلمان أو حتى في الأوساط السياسية والمجتمعية، هل بات دمج الأحزاب ضرورة لا حاجة في ظل هذا المشروع الجديد؟ نتحدث عن قانون، مشروع قانون الأحزاب وأيضا الانتخاب. أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم والمتابعين الكرام. أود أن أتحدث بأن المنظومة السياسية بشكل عام هي فيها 3 عوامل: لديك أدوات، ولديك الأطراف أو الشركاء، ولديك قوى. اليوم قانون الانتخاب هو أداة، وهذه الأداة تقاس على 3 محاور. المحور الأول هو محور الجغرافيا، التوزيع
الجغرافي والبعد عن مراكز المدن ومراكز صناعة القرار وتوزيع الكثافة السكانية، وإضافة إلى ذلك التاريخ السياسي أو العقد الاجتماعي. وبالتالي يجب أن يراعي أي قانون انتخاب أزمة التمثيل التي تمر بها كل دول العالم وديمقراطيته. اليوم أمام هذا الشكل من قانون الانتخاب نحن نواجه أزمة بأننا أحزابنا غير قادرة على تجاوز العتبة على الأقل. وإذا قرأنا بموازاة قانون الانتخاب قانون الأحزاب نجد بأن هناك رأيا قانونيا يشير إلى أن الأحزاب بسبب قيامها بدور سياسي وتمثيلي فلها شخصية اعتبارية خاصة ومركز قانوني لا يجوز أن يتم تعديله بأثر رجعي، أي بإقرار قانون جديد. فإذا كان في الأردن اليوم لدينا 53 حزبا وهذه الأحزاب غير قادرة على النجاح فعليا في الانتخابات القادمة، هذا يعني أن يجب على أحزاب جديدة أو على هذه الأحزاب أن تندمج أو أن تعيد تطوير نفسها بنفسها إلى أن تصل إلى عدد من القواعد الانتخابية التي من الممكن أن تتجاوز العتبة وتنجح في القائمة العامة أو الدائرة العامة الحزبية. هذا كله يضع المشهد الحزبي في حرج، لأن مجموعة كبيرة من الأحزاب لدينا اليوم اكتسبت صفة قانونية لا يجوز الرجعة عنها. يعني أنا لليوم إذا أردنا أن ندمج هذه الأحزاب بصورة لتطويع العمل الحزبي لخدمة قانون الانتخاب، هذا يضر بأحقية هذه الأحزاب ابتداء في وجودها. لكن هنا نواجه أزمة أخرى، بأن تمدد أو تضخم الدور للدائرة العامة التي تشمل الوطن كاملاً مع السنوات القادمة ومع المجالس القادمة، هذا سيهز أيضا الأحقية للمواطنين غير الحزبيين بتمثيل أنفسهم. ولا يجب أن تكون هناك أي منظومة قانونية داعمة للمنظومة الحزبية تجبر أي مواطن على أن يختار مسارا محددا لخوضه للانتخابات. وحينما نتحدث اليوم عن أقل من الثلث، فكما تفضلت هذا حماية لحصص المحافظات، لكن في السنوات القادمة سنواجه مشكلة بأن هذه الدائرة ستتضخم إلى النصف و65%، وبالتالي نجد أن المحافظات خسرت الكثير من وزنها السياسي، ومن يترشح بناء عليها إذا كان غير حزبيا سيخسر فرصته. نعم. الأصل أن يكون هناك دائرة عامة. طيب. نعم. حسين، لكن ليس شرطا أن تكون حزبية. نعم. دعني أتوقف معك هنا وأذهب إلى محمد. إلى أي مدى محمد تتفق مع الرأي الذي طرحه حسين في مسألة لربما فقدان المحافظات وأبناء المحافظات للتمثيل السياسي في نظرة مستقبلية؟ يتحدث حسين هنا في الخوف على أبناء المحافظات والتمثيل السياسي. وإلى أي مدى أيضا الأحزاب قادرة على الانتشار والوصول إلى الأطراف لضمان التمثيل في المرحلة القادمة؟ مساء الخير وكل عام وانتم بخير. بداية أنا أود أن أشكر حسين على التوطئة المهمة جدا وإجابتها على سؤالك. أنا أعتقد نعم أن المحافظات ستخسر الكثير من تمثيلها السياسي في المرحلة القادمة نتيجة تاريخ الممارسة السياسية الحزبية في المحافظات ونتيجة طبيعة القانون وشكل القانون نفسه. هل الأحزاب جاهزة للعمل في المحافظات؟ أنا أعتقد أن اليوم أمام الأحزاب سؤالين كبيرين. السؤال الأول هو هل الأحزاب تقدم البرنامج على الأيديولوجيا وتذهب خارج العاصمة عمان نحو الأطراف نحو المحافظات ببرنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي فكري قادر على استقطاب الناس وحشدهم في الانتخابات النيابية القادمة، أم أن الأيديولوجيا تتقدم على البرنامج وتقدم الأحزاب نفسها بصفتها أيديولوجية وهذا ما يصعب تنفيذه في المحافظات؟ يعني مثلا واحد من الأخطاء اللي أنا بعتقد أنها ربما قد تكون ارتكبتها الحكومة هو وضع الأحزاب تحت مظلة الهيئة المستقلة للانتخاب. هذا خطأ فادح. أنا أعتقد يجب أن تبقى الأحزاب تحت مظلة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لأن كي تبقى قيد التطوير، لأن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست هيئة
معنية بتطوير الأحزاب وتطوير واقعها الجيوسياسي وواقعها الجغرافي. عند دراسة السلوك التصويتي للمحافظات نجد دائما أن بعض المحافظات يكون فيها نسبة المشاركة مرتفعة وبعض المحافظات نسبة المشاركة فيها منخفضة جدا. حتى في الانتخابات البلدية السابقة لو اعتبرناها يعني كدراسة بسيطة لنسبة التصويت كانت النسب ليست يعني لا تدفع للتفاعل أبدا. وأنا أكثر ما أخشى أن الإصلاحات السياسية بجلها قد ذهبت بنا نحو قفزة كبيرة بالهواء وتجاوزت السؤال الأساسي، هل المواطن في المحافظات جاهز ومستعد أن يقدم الإصلاح السياسي وأن يشارك سياسيا ويتجاوز همومه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية اللي عبر سنوات تم تهميشها وتم إقصائها؟ اليوم من هو الحزب الذي يستطيع أن يتحدث مع ابن المحافظات؟ ولا أود أن أتحدث عن محافظات بعيدة مثل محافظة الزرقاء. في التعديلات الأخيرة تم وضع المحافظة كاملة، محافظة مليونية تم وضعها دائرة واحدة. من هو الحزب الذي سيستطيع أن ينافس في هذه الدائرة؟ أنا أعتقد أن هناك إشكاليات في رتوش القانون، وهناك إشكاليات بنيوية في شكل القانون. ونعم أنا أعتقد أن الأحزاب غير جاهزة للذهاب إلى المحافظات إلا إذا بدأت من الآن بتنظيم نفسها، وربما يكون في جزء مخصص في حلقة للحديث عن ما هو المطلوب من الأحزاب. نعم، هو السؤال مطروح، ما هو المطلوب من الأحزاب؟ حسين، إذا أردنا الإجابة على سؤال محمد ما هو المطلوب من الأحزاب، هل نتحدث بأن الفترة التي تم منحها خلال هذا القانون كافية للأحزاب لتصويب أوضاعها، كافية للأحزاب للنزول إلى الشارع لإقناع الشباب لوضع برامج كما ذكر محمد تتجاوز الهم الاقتصادي بالدرجة الأولى للشباب الأردني وتدفع نحو المشاركة بشكل فاعل في الحياة السياسية؟ هل برأيك دمج الأحزاب نقطة إيجابية، علامة محمودة في المشهد السياسي الأردني؟ يعني أنا أعتقد بأنه دمج الأحزاب ضرورة للبقاء، ولكن إذا قرأنا واقع الأحزاب من الداخل وهياكلها نجد بأنها غير قادرة على القيام بذلك لوحدها، وإنما هي بحاجة إلى دعم فني على الأقل. الدعم الفني أنا أعني بأن مؤسسات المجتمع المدني التي لعبت دورا كبيرا في السياسات الأردنية، السياسات المحلية خلال العشر سنوات الماضية، يجب عليها أن تقوم بدور برعاية عملية الاندماج للأحزاب وتطوير برامجها كونها ذات تجربة كبيرة. يعني خلينا نشوف شو تعلمنا بمؤسسات المجتمع المدني خلال عشر سنوات اللي مرت من برامج، من تواصل مع الناس، والمفروض أننا إحنا خرجنا خارج العاصمة عمان وذهبنا صوب المحافظات. فأعتقد أنهم بحاجة إلى دعم فني على الأقل. أما إجابة إلى سؤالك بأنه إذا كانت الأحزاب قادرة خلال هذه الفترة، الإجابة لا، لأنه سيد العزيز في تاريخ أو علم الاجتماع السياسي الأحزاب لا تتشكل بفكرة وكأنها مشروع، يعني هيا لنخطط معا لنصنع حزبا فقط. الأحزاب تصنع من خلال حوادث فارقة في تواريخ الأمم. يعني نجد أن الفكرة الأساسية من بناء الحزب تنبت من رؤية بحاجة إلى دافع شعبوي كبير يذهب باتجاه تغيير نظرة هذا الحزب تجاه الأمر الواقع. وأنا أود هنا أن أوضح نقطة فيما يتعلق بالأيديولوجيا والبرامج. لا يوجد حزب بلا أيديولوجيا، علينا أن نفهم ذلك. لكن المعنى بأنه أن لا تبقى هذه الأحزاب خارج إطار التاريخ وخارج إطار الزمن وتتحدث في لغة عتيقة وبالية، هذا ما يعني بأننا لا نريد أحزاب أيديولوجية. لكن لا يمكن لك أن تذهب باتجاه حزب برامجي قادر إلى الوصول إلى الناس بلا وجود فكر، ثقافة، أيديولوجيا تسير بهذا الحزب إلى اتجاهات معينة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية. اليوم أستاذ العزيز نحن نواجه أزمة كبيرة بأن هذه الأحزاب فقدت قدرتها على الاتصال مع الناس، فقدت قدرتها على بناء الثقة مع الناس، والثقة لا تبنى في يوم وليلة. من أفقدها إذا أردنا الإجابة على السؤال من أفقدها، لنضع لربما نقطة مفصلية في مسألة التحول في المشهد السياسي. هل كما يذكر البعض بأن النظرة الأمنية
هي السبب في تراجع الأحزاب أم أن الأحزاب هي من سببت هذا التراجع بعدم نزولها إلى الشارع والمشاركة؟ غياب الأحزاب، لا أعلم مدى توافق وجهة النظر من قبلك ومن قبل محمد، شكلت أيضا لربما إن صح التعبير مخلوقات سياسية مشوهة، أوجدت فراغ، جعلت أيضا الفراغ هذا يؤدي إلى مشكلات اجتماعية، مشكلات اقتصادية، إلى وجود حركات خرجت في المحافظات لا تنادي بها السياسة ولا تنادي بمشروع إصلاحي أيضا. يعني أنا هنا لا أريد أن أخذ دور سأعود إلى محمد. نعم. محمد. سأعود إلى محمد. لكن إذا أردت الإجابة على فكرة العامل الأمني، وأيضا هناك عامل سياساتي، يعني صحيح كان هناك مشهدا أمنيا مأزوما في الفترة الماضية، ونحن نعرف بأننا نتحدث عن فترة الربيع العربي وما مر بها من كثير من الأحداث، وكيف كان الأردن يموج في الوضع الجيوبوليتيكي في كل المنطقة، لكن هذا بات عذرا تتخذه العديد من الأحزاب حتى تتكئ وتجلس وتندب حظها. اليوم أنا أعرف مجموعة من الأحزاب التي تواجه تحديات أمنية حقيقة، لكنها تعمل على الشارع، ولكنها تستقطب الشباب وتستقطب المرأة وتقدم برامج وتقدم حلول، وقادرة فعلا على استقطاب الناس. لكن أن نبقى طوال الوقت ونقول بأن هناك قبضة أمنية، نعم كان هناك قبضة أمنية، لكن هذا لا يعني أن المشهد برمته محصور في هذه القبضة. ودعني أقول شيئا، وأعتقد بأن زواهر يؤيدني في ذلك. القبضة الأمنية ليست موجودة فقط لقهر الأحزاب، القبضة الأمنية تأتي حينما لا يكون هناك من يقدم برنامجا مقنعا للدولة والناس. لكن إذا جاء حزب كان معتدلا وكان قادرا على إعطاء برنامج ما يسمى بسمارت، يعني ذكي قادر على قابل للتطبيق وقابل وملموس وواقعي أيضا ولا يتحدث بالفضائيات، أعتقد بأن القبضة الأمنية ستقف وتقول فلنعطيه فرصة ولنجرب. نعم. إذا كان جيدا دعنا نستمع إلى رأي محمد. يجب أن نتحدث عن ألا يكون هناك تاريخا سيئا لبعض. نعم. هذه الأحزاب. محمد، معك الوقت الآن للإجابة على هذا السؤال، وبالتالي هنا لربما هذه النقطة لا أعلم إن كانت ستغير وجهة نظر الشباب في مسألة أن الحكومة تتحدث بأن الآن الأحزاب لها الحرية في ممارسة العمل السياسي في الحواضن وفي الجامعات وممارسة عملها بشكل طبيعي دون أي تأثير على أي شخص، ووضعت عقوبات أيضا لذلك، وبالتالي هنا الأحزاب هل هي قادرة على التأقلم مع هذا الوضع الجديد نظرا للسنوات العجاف إن صح التعبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي أن تستطيع أن تدخل الشباب فعليا في هذه المرحلة وصولا إلى البرلمان في المرحلة القادمة؟ نعم أخ عبد الله، نتيجة لنكون صادقين مع أنفسنا، نتيجة العبث في الحياة السياسية من قبل بعض القوى الغير دستورية ومن ضمنها القبضة الأمنية أدى إلى خلق حالة من الحاجز لدى الشباب في التدخل في الحياة السياسية. ثانيا، نتيجة تأخر الدولة في طرح ملف الإصلاح السياسي، تأخرها الكبير جدا، نحن نطالب منذ 2011 في الإصلاح السياسي، نتيجة تأخر الدولة في طرح ملف الإصلاح السياسي أصبح الإصلاح السياسي طرف بالنسبة للكثير من الشباب نتيجة وجود أولوية وهي الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي. نعم. فبالتالي أنا يعني لا أريد أن أدافع عن الأحزاب بقدر ما أريد أن أحلل الحالة. الأحزاب بمجملها كانت بعضها صنيعة السلطة، حتى نكون صادقين مع أنفسنا. نعم. وكانت أحزاب تحاول أن تناكف السلطة أو تحاول أن تمارس دورها السياسي، ويتم يعني إلقاء قبضة أمنية عليها شديدة جدا. اليوم أنت بعد مخرجات اللجنة وبعد ضمانات جلالة الملك وبعد حديث جلالة الملك أمام البرلمان وبعد كل هذه الضمانات اللي عم تقدم الأحزاب، ما زلت أخشى أن العقل الأيديولوجي الأردني ما زال يعني لديه أزمة ثقة مع هذه الأحزاب. وبالمناسبة أزمة الثقة لدينا شكلين لأزمة الثقة، لدينا أزمة ثقة عمودية بين الناس والسلطة، وهذه موجودة وعلينا أن نعترف فيها، ولدينا أزمة ثقة أفقية بين الناس أنفسهم، بمعنى أن اليوم مش يعني أنا أردت أدمج أربع أحزاب،
أي أربع أحزاب لو اخترناهم بس يعني بشكل عشوائي سنجد صعوبة جدا بأن تندمج هذه الأحزاب مع بعضها البعض نتيجة وجود أزمة ثقة فيما بينها البعض فيما بين هذه الأحزاب بصفتهم كمواطنين وبصفتهم كحزبيين. فبالتالي الحياة السياسية بالمجمل في الأردن صراحة لن تفكك آثار الماضي فيها فقط بمخرجات منظومة وفي أشهر بسيطة. حتى لو أنا من الناس الذين تخيلت ما هو شكل البرلمان القادم خرج معي ثلاثة سيناريوهات، الحقيقة ثلاث سيناريوهات مشوهة ليست سيناريوهات التي أريدها كشاب أفعل في الحياة السياسية. نعم. منذ 2011 اسمح لي محمد. نعم. سأقف هنا لأعود إليك لتعطينا. نعم. هذه السيناريوهات لشكل البرلمان القادم كيف يمكن تصور، ولكن سنستمع الآن إلى بعض من آراء للشباب حول الإجابة على هذا السؤال، كيف تتوقعون شكل البرلمان المقبل؟ أعتقد أنه من الصعب الحكم على شكل مجلس النواب القادم، لكن يفترض أن يحتوي على عدد لا بأس به من الحزبيين والأشخاص البرامجيين على الأقل، بعيداً عن الفردية والعبثية التي كانت في المجالس السابقة. وأعتقد أن مجلس النواب القادم هو تجربة أولية غير ناضجة لما يسمى بالبرلمانات الحزبية. وأكثر ما رح يميز المجلس القادم أنه الشباب رح يكون لهم دور في غرف صنع القرار في عمان، رح نشوف النشاط الشبابي داخل المجلس القادم، وأيضاً رح نشوف المرأة ودورها المهم والضروري داخل المجلس. اليوم القانون أعطى فرصة للمرأة وللشباب بتمثيل أنفسهم. لن نستطيع الحديث عن تأثير الأحزاب السياسية على تطور الوضع الديمقراطي للمضي نحو حكومة منتخبة إلا إذا استطاعت تلك الأحزاب نقل تفضيلات وآراء ومصالح الجماهير للحكومة، وأتقنت قادة ومؤسسي تلك الأحزاب التعبير عن المصالح المجتمعية بشكل حاسم. إذن كانت هذه إجابات لبعض الشباب حول كيف يمكن أن يرون شكل البرلمان المقبل. محمد أعود إليك، وتحدثت بأنه هناك سيناريوهات توقعتها لشكل البرلمان المقبل، أريد منك سريعا محمد أن تتحدث عن شكل البرلمان كيف يمكن توقعه في المرحلة القادمة. نعم يعني هناك ثلاث أشكال أعتقد. الشكل الأول ربما يكون هناك مجموعة من الأحزاب التي ائتلفت مع بعضها البعض وتجاوزت العتبة وشكلت يعني تيار سوشيال موفمنت، استطاع هذا التيار الوصول للسلطة عبر عدد من المقاعد يمكنه من أن يكون طرف في الحكومة المقبلة، هذا واحد. اثنين، حزب أو حزبين فقط من الحزب الكبرى، واحدهما حزب تقليدي موجود تاريخيا في البلاد وحزب آخر ناشئ جديد مسنود بشكل ما أو بآخر من لوبيات داخل الدولة. نعم. يستطيع أن يصل للسلطة ويكون قطبين داخل البرلمان. والشكل الثالث وهو الذي أرجحه عبارة عن مجموعات حزبية مؤتلفة قليلة متفرقة داخل البرلمان لا تستطيع أن تذهب نحو الحكومات البرلمانية منتخبة، ولا تستطيع حتى أن تشكل بلوك أو كتلة وازنة داخل البرلمان. هذه السيناريوهات الثلاث أفضلها لا يمثلني كشاب، أفضلها لا يدفعني نحن نحو التفاعل. أنا أريد للأردن أن يذهب بخطوات واضحة وحقيقية نحو حكومات برلمانية منتخبة تبدأ من الانتخابات النيابية القادمة وتنتهي في الانتخابات اللي بعدها، لأن صبرنا كثيرا. والحقيقة النظام السياسي اليوم عليه ثقل سياسي كبير جدا يجب تفكيكه من خلال الذهاب نحو حكومات برلمانية منتخبة زينا زي المغرب زي بعض الدول الملكية. نعم. اللي حاولت أن تشرك الناس في صناعة القرار وفي تشكيل الحكومات من خلال الانتخابات البرلمانية والذهاب نحو ملكية دستورية برلمانية. نعم محمد حسين، الآن أريد منك تعقيب سريع حسين إذا سمحت لي على الآراء التي استمعت إليها مؤخرا لشكل البرلمان، وهي آراء متعددة وستتعدد أيضا وجهات النظر والرؤية لشكل البرلمان المقبل، كيف يمكن التعليق على ما سمعته؟ وأنت شخصيا كيف يمكن أن تنظر إلى شكل البرلمان المقبل؟ هل تتفق مع وجهة النظر الحكومية التي تتحدث بأنه الإصلاح متدرج الآن ولا يمكن وضع هذه القوانين الإصلاحية دفعة واحدة والإصلاح مباشرة دفعة واحدة؟ يعني يريد ذلك لو كانت هذه الرؤية يعني توجهت أيضا على طريقة بناء الأحزاب وإعادة ترتيبها لنفسها. لا يوجد هناك
تدرج. انا برايي بان المجلس القادم سيشهد حاله من الخليط العجيب. يعني انت ستتحدث عن ثلث حزبي وابناء المحافظات سيهربون الى مقاعدهم حتى يحاولوا ان ياخذوا ما تبقى لهم من مكتسبات خارج اطار الاحزاب، ويجد كل مواطن نفسه امام صوتين، صوت في محافظته وبالتالي هذا سيعيدنا إلى المربع الأول، وصوت آخر على مستوى الوطن وهذا سيذهب بنا نعم إلى الأحزاب فقط وليس تشكيلات أعتذر أخرى. منك أنا نعم نعم أعتذر. يعني أنا أعتقد بأنه كان من الأفضل أن تكون القائمة الوطنية نعم. على شكل أوسع بلا تقييدات حزبية. نعم أعتذر منك حسين، كنت أتمنى أن يطول الحوار بيننا في هذا الملف، وستكون أيضا حلقات أخرى من الوسط في الأسابيع القادمة للتركيز على هذه المشاريع وهذه الإصلاحات. شكرا لك حسين السريرة الباحث في معهد السياسة والمجتمع، وشكرا لك أيضا الناشط السياسي محمد الزواهرة، كنتما معي، شكرا لكم. نهاية هذه الحلقة من الواسط، ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، في أمان الله.